اقسم بالله العظيم أنا أقول ان اكون متمسكا بكتاب الله وسنه رسوله مخلصا لديني ووطني وامتي. لم يكن السابع عشر من يوليو 1978 حدثا عاديا في تاريخ اليمن المعاصر ولا ذكرى لتسلم رئيس جديد مقاليد الحكم خلفا لرئيس مؤقت او اخر تم اغتياله، بل كان بدايه لتغيير جذري وشامل في العقليه السياسيه اليمنية. تلك العقلية التي استمرت لسنوات وعقود ذات لون واحد مصبوغ بالدم والمؤامرات والمكايدات السياسية، وغابت فيها تماما الحكمة اليمانية والحنكة السياسية القائمة على الحوار والقبول بالآخر. وذاك ما أدركه الرئيس علي عبد الله صالح سريعا بعد توليه مقاليد الحكم، فالرجل كان في سباق مع الزمن، وفي كل مرحلة يعد أنفاسه فربما في إحداها يكون النفس الأخير. استطاع بحنكة سياسية إخما مدى الخلافات والمؤامرات والدسائس السياسية ووحد القوى التقليدية في المجتمع ونظم سلوكها بالاتجاه نحو الديمقراطية على مبدأ الشراكة المجتمعية في السلطة والثروة وهو ما أنتج سريعا تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام كمظلة سياسية ورافعة لجميع أبناء اليمن دون استثناء وملتقى عام للحوار بين أبناء الوطن الواحد وهو من عكس على الحياة السياسية والاقتصاد الوطني فشهد شمال اليمن نهضة اقتصادية واجتماعية وتعليمية و خدميه غير مسبوقه كانعكاس للاستقرار السياسي القائم على الحوار والقبول بالاخر فكر اثر ايجابا على العلاقات الخارجيه واهمها النظام السياسي القائم في شطر اليمن الجنوبي والذي كان يشهد انقسامات وصراعات داميه بلغت ذروتها في الثالث عشر من يناير 1986 والتي مثلت تحديا للعقليه السياسيه في الشمال وطريقه التعامل معها فكانت الدعوه الى الحوار وتجنب الاقتتال بين الاخوه هي ما جاء من صنعاء واعلن عنها الرئيس علي عبد الله صالح. الحفاظ على مكاسب ثورتي سبتمبر واكتوبر فعليكم ايها الاخوه الوقف الفوري لاطلاق النار وتثبيت وقف اطلاق النار موقف عزز ثقة من فكر النظام السياسي في صنعاء وفتح الباب على مصراعيه لتحقيق الوحدة اليمنية بالحوار والتفاهم وتغليب المصلحة العامة وهو ما تجسد في رفع راية الوطن خفاقة في صبيحة الثاني والعشرين من مايو 1990 لتشهد دولة الوحدة تحديات وصعاب عدة كان أبرزها ترسيم حدود البلاد الشمالية والشرقية وبما أن الرئيس صالح كان مؤمنا وعرابا للحوار فقد أبى إلا أن ترسم الحدود بالحبر على الورق لا بالدم المسكوب على الارض، فانجز في اكتوبر من العام 1992 اتفاقيه الحدود الشرقيه مع سلطنه عمان، واستمرت المفاوضات مع الجانب السعودي حتى انجزت اتفاقيه جده مطلع الالفيه الجديده ليغلق اهم واصعب الملفات التي واجهتها دوله الوحده وفي جميعها سادت لغه الحوار وتحكيم العقل. ذات العقل والحنكة السياسية تجسدت في تجنيب البلد حربا مع إريتريا بعد إقدامها على احتلال جزيرة حنيش لكن رجل الحوار والسلام استعادها دون أن تراق قطرة دم واحدة وكذلك ظل الرجل على عهده متمسكا بالحوار حتى في اصعب الظروف السياسيه واكثرها تعقيدا فطوال ازمه 2011 بح صوته مناديا بالسلام وداعيا الى الحوار وتجنيب البلد التشضي والاحتراب مع ان البعض راى في ذلك ضعفا وتنازلا عن حقه لكنه غلب منطق الحوار ووقع على المبادره الخليجيه والياتها التنفيذيه المزمنه وحتى بعد مغادرته السلطه ظل داعيا للحوار ومناديا به. فنحن ندعو الجميع الى ان يتجنبوا الصدام والاحتلال وتدمير المؤسسات وندعوهم للحوار مره اخرى وايقاف اطلاق النار والالتزام بما توصل اليها الناس من حوارات او مخرجات لهذه الازمه سواء كانت من قبل المستشارين التابعين للرئاسه او من قبل المبعوث الاممي للامم المتحده الذي هو جمال بن عمر تجنب الصراع إن المتأمل في حياة الزعيم الراحل علي عبد الله صالح يجد أنه مخرج السياسة اليمنيه من لغة السلاح وحوار القذائف والدبابات إلى لغة الأفكار والبرامج السياسية والخطابات الديمقراطية القائمة على الثوابت الوطنية كالثورة والنظام الجمهوري والوحدة، والذي اختتم حياته كما بدأها دفاعا عنها ومؤمنا بها.